تصور انه غير البارح القضيه الوطنيه قضيه مقدسه، حنا غير البارح تنشوفوا كيف جالس الرئيس ديال هادو اللي ما يتسماو بجوارنا وتيديروا امام رئيس روسيا، وكيفاش تيهضر معاه، وكيفاش عصف بكل التضحيات ديال الشعب الجزائري من اجل استقلال مليون شهيد، كل تضحيات الشعوب المغاربيه اللي قدات الدعم والمسانده، واعتبر ان دوله اللي ما كانت عندها حتى علاقه باستقلال الجزائر ولا بكيف هي اللي لعبات دور اساسي في استقلال، ويريد ان يجرها الى المنطقه. بارح هذاك الشيء خطير.